السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من وزارة الصحة لطلاب المدارس. وزارة الصحة تحذر من الموجة الرابعة وتلوح بالتحويل للتعليم الإلكتروني وإيقاف الدوام الحضوري. لا نستبعد حدوث موجة رابعة نتيجة التحورات الجينية في الفيروس، إضافة إلى وجود العوامل المساعدة لتدهور الوضع الوبائي في العراق. نهيب بالمواطنين كافة التوجه الفوري لمراكز اللقاح لتلقي اللقاح. توضيح لهذا الخبر، هذا الخبر من وزارة الصحة تحذر من الموجة الرابعة وتلوح بالتحويل التعليم الإلكتروني وإيقاف الدوام الحضوري، أو نهيب بالمواطنين التوجه فورا لمراكز اللقاح لتلقي اللقاح. يعني وزارة الصحة تقول لا نستبعد حدوث موجة رابعة، فتحذر المواطنين توجه المواطنين إلى المراكز اللقاح لتلقي اللقاح. ويعني هذا قرار فقط من وزارة الصحة، تحذر المواطنين وتحذر الطلبة بالتحول، يعني تقول وتلوح بالتحويل للتعليم الإلكتروني وإيقاف الدوام الحضوري. لكن لحد الآن وزارة التربية لحد الآن مستمرة بالتعليم الحضوري، لكن هسه وزارة الصحة جاي تلوح بالتحويل للتعليم الإلكتروني بدلا وإيقاف الدوام الحضوري. هذا خبر من وزارة الصحة. هنا الخبر الثاني من وزارة التعليم، تعلن إعادة فتح التقديم إلى تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة لمدة 15 يوم، وهذا الرابط. قبل فترة نزلت الخبر مال وزارة التعليم فتحت التقديم، يعني إعادة ترشيح وسدته، لكن هسه اليوم فتحتها مرة ثانية ولمدة 15 يوم يبقى، وهذا الرابط أمامكم. يعني هاي اللي مثل ما وضحنا سابقا لما قلنا أي مو هاي السنة، السنة اللي راحت، أي سنة أي طالب مقدم على الكلية وما رادها ويعني ما يريد هاي وما داوم يحق له إعادة ترشيح، لو تستمر هذه إعادة ترشيح التقديم لمدة 15 يوم. يعني وهذه بهذه الوثيقة الصحة تشكل فرقا صحيا تتابع التزام الكليات والجامعات بقرار لجنة السلامة. إن شاء الله التوفيق.